محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. سليما يا غريب يا مظلوم كربلاء، قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل للحفر. يا زائري بقعتين أطفالهم ذبحت فيها، خذوا تربها كحلا إلى البصر، رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هاذر ذعري. فتلك تصرخ وجداه وأبتا، وتلك تصرخ ويتمى في الصغر. وتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر شتقول. يا لا يا دافن الرأس، يا دافن الرأس عند الجثة احتفظ بالله، لا تنثروا تربا على قمري، لا تدفنوا الرأس إلا عند مرقده، فإنها روضة الفردوس والزهر. لا تنزعوا أسهما في صدره نشبت كي لا يفور دم يطمو على البشر. بعد يا غيور لا تغسل الدم عن أطراف لحيته، خلوه
عليها خضاب الشيب والكبر. وين المحبين وين الوالهين وين العاشقين؟ رشوا على قبره ماء فصاحبه عطشان عطشان وتذكر هاي وحق جدي أنا عطشان. رشوا على قبره ماء فصاحبه معطش بللوا أحشاه بالقطر. لا تدفن الطفل إلا عند والده، هم مذبوح وهم يتيم. لا تدفن الطفل إلا عند والده فإنه لا يطيق اليتم في الصغر. لا تدفنوا عنهم العباس مبتعدا فالرأس عن جسمه حتى اليدين بري. يا راجعين السبايا قاصدين إلى أرض المدينة ذاك المربع الخضر، خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد هذه تحفة السفر. قالت خبر تشيعك يا عقلي زلزل أركان العرش جفن جسمك باريا ودرعان أبو محمد نعش. أنا ظنت دفنوك ما بلوا حشاك من العطش ليت غار الماي بعدك يا ابن أمي ولا حلا. اش بيك ما عندك ون ما عندك جواب اليوم الأربعين؟ وين مواساتك لصاحب الزمان؟ اليوم زينب جاية موجوعة، زينب متألمة، زينب مفارقة، زينب مشتاقة. قالت لا ردت يا حسين أفصل لك مصايب هالسفر يوم ما يمكن أعدد يا خليص ولا شهر. أنا ذاب قلبي من المصايب عمت عيني من السهار هضمني ابن زياد بيل مجلس شهرني بكوفة. قالت وقفت قدامهم نكسر الراس لكن يا شهيد أنا ما شفت ذلة يا ابن أمي مثل مجلس يزيد. شلون يا زينب؟ قالت قام هيسمون سكن عزيزي تكسوم العبيد ننسعب كلنا بحبيل
قتل وابنك انجرحة رقبة. وين أهل الغيرة يجون يشوفون زينب شو تقول؟ خويا كم سوق دخلتها، خويا كم سوق دخلتها وكم مدينة وكم بلد. أنا جيت بيتامك على قبرك ولا لي جلد، ترد تدري بركوب الجمل ينعل يا خويا للجسد. وانا ابو فاضل كفيلي وصلوني الحف. الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال إمامنا الباقر عليه السلام: إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته، وإذا أراد بعبد سوءا نزع من قلبه حب الحسين وحب زيارته. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. من الروايات العجيبة التي ينبغي التوقف عندها والتأمل فيها لما فيها من الأسرار والالتفاتات اللطيفة، وهذا يستدعي أن نتعرض إلى مجموعة من الروايات التي تبين أولا لنا مكانة المعصوم، وبعدها نتعرف على مكانة الإمام الحسين عليه السلام على وجه الخصوص. حينما نزلت آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هنا مجموعة من الأمور. الأمر الأول: من الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يأخذ معه عليا وفاطمة والحسن
والحسن والحسين عليهم السلام، هل هو من تلقاء نفسه أم أنه أمر إلهي؟ إذا كان من تلقاء نفسه فلماذا يعرضهم إلى الخطر؟ ولماذا يعرض أهل بيته إلى المساءلة والمحاججة وما شابه ذلك؟ يمكن أن يجاب على هذا الأمر بأن الصادق لا يخاف، يقدم دعوته ولا يخاف من شيء، وهذا من الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وآله في دعوته. لكن النبي صلى الله عليه وآله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يتحرك من خلال أمر الله تبارك وتعالى، فالذي أمره بأن يأخذ فاطمة وأمير المؤمنين والحسن والحسين هو الله تبارك وتعالى. لكن السؤال الأهم، لماذا الله تبارك وتعالى يختار هؤلاء وما يخلي مع النبي صلى الله عليه وآله على الأقل من بني عمومته المقربين له أو من الطبقة الكبرى من الصحابة؟ أولا ما ينبغي معرفته أن المقام الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ليس مقام محابات، ليس مقام مجاملة، ليس مقام استعراض العزوة ليس مقام استعراض العزوة والعشيرة حتى النبي يختار من صحابته ويختار من عشيرته ومن قومه. أساسا القضية هي مقام حجة وبرهان، فلذلك اختار الله تبارك وتعالى الحجج التي يحتج بها لدينه ويحتج بها على خلقه. فكون أمير المؤمنين عليه السلام والزهراء والحسنين يأتون إلى المباهلة، هذا لأنهم الحجج التي اختارها الله للاحتجاج لدينه والاحتجاج على خلقه، وهذا مقام يسمى بمقام الحجية، أي أنه حجة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. فهذا المقام من المقامات الخاصة اللي لأهل البيت عليهم السلام، وهذا ما نقرأه في كثير من الروايات أن الإمامين الحسنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ليش النبي منذ أن كانا صغيرين قالهما إمامان إن قاما وإن قعدا لكونهما حجتين من حجج الله تبارك وتعالى؟ زين، لقائل أن يقول الآن الإمام الحسين كم كان عمره حينما قال النبي هذا الحديث، وكم كان عمر الحسن؟ إن شاء الله كانت أعمارهم أيام. المسألة مرتبطة بالله تبارك وتعالى. النبي عيسى عليه السلام يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. كم كان عمر عيسى بن مريم؟ كان أياما، كان في المهد وكان رضيعا، وهو نطق بلسان فصيح إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. الآن نجي نتعجب كون الحسنين لو عليها آية قرآنية، الله يقول فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. زين، من الأبناء من هو اللي جاء ويا النبي؟ بس الحسنين. من النساء فقط فاطمة، من الأنفس فقط علي بن أبي طالب. وفي هذه الآية كنوز ثرية، ستعبير عن أمير المؤمنين بقوله وأنفسنا وأنفسكم، هذا إلى مداليل كثيرة. شنو من مثل هاي المداليل اللي نحكي عنها إحنا؟ النبي صلى الله عليه وآله من يقول علي نفسي، لا بلغة القرآن
والله سبحانه وتعالى ينزل الآية على لسان النبي وأنفسنا وأنفسكم. نحتاج نسأل من هو اللي راح يجي بعد النبي، ومن هو الحجة، ومن هو الخليفة؟ أساسا النبوة والإمامة وجهان لعملة واحدة، جهة النبوة وجهة إمامة، فعلي نفس رسول الله الرسالية، نفسه الدعوية، نفسه لا يختلف عنه شيء. فآية المباهلة هي من الآيات التي بيّنت مقام وعظمة الأئمة عليهم السلام بما فيهم الإمام الحسين عليه السلام. الأمر الثاني، هناك بعض الروايات التي تحدثت عن مقام الإمام الحسين عليه السلام، وهاي الروايات أنواع. روايات تحدثت عن قبر الحسين، وروايات تحدثت عن الملائكة الموكلة بقبر الحسين، وروايات تحدثت عن زيارة الحسين، وروايات تحدثت عن الحسين نفسه. وكل هاي الروايات غاية في العظمة. الله سبحانه وتعالى كما ورد على لسان أهل البيت يختار من ملائكته من يكون مكلفا بقبر الحسين عليه السلام، مو أي ملاك، الصفوة من الملائكة هم الموكلون بقبر الحسين عليه السلام. هاي خصوصية ما صارت لأحد. زين، رواية ثانية بنفس الصدد، الرواية تقول الملائكة في هبوط وعروج من قبر الحسين عليه السلام إلى السماء، فإذا عرجت الملائكة إلى السماء تلقتها الملائكة المقربون وحملة العرش. شوف منه اللي يستقبل ملائكة قبر الحسين عليه السلام، مو أي ملائكة، المقربون وحملة العرش يستقبلونهم، فيفتحون باعهم ويضمونهم، يحضنون الملائكة الجايين من قبر الحسين عليه السلام، ويقولون لهم هنيئا لكم لوددنا لو كنا معكم موكلين بقبر الحسين عليه السلام. هذول مقربين، واللي من حملة العرش، واللي كروبيين، واللي يغبطون الملائكة الموكلة بقبر الحسين عليه السلام، يغبطوهم لأن يعرفوا شنو قيمة هاي الخدمة. الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الحسين عليه السلام في السماء أعظم منه في الأرض. هذا من مصادق شنو الإمام الحسين عند أهل السماء. بعد الروايات التي وردت في قبر الحسين عليه السلام، يقول من زار قبر الحسين، وفي فرق بين زار الحسين وبين زار قبر الحسين. من زار الحسين يصدق عليها من قريب ويصدق عليها من بعيد، تقدر تزوره ببيتك، تزوره بكل بأي مكان، وتقول السلام عليك يا أبا عبد الله وتنحسب إليك زيارة. أما من زار قبر الحسين عليه السلام، يعني جاي هنا، جاي إلى الحسين معتنيا قاصدا، تمام، وإذا ضفنا وياها بعد عارفا بحقه، هاي الأوتاد أو الأعمدة الثلاثة في زيارة الإمام الحسين، هنا ضمن الجنة، هنا أمن من النار، هنا كان معنا في الرفيق الأعلى، كل هاي الآثار يحصلها الذي جاء إلى قبر الحسين عليه السلام. رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه
يقول إذا أراد المؤمن زيارة قبر الحسين، إذا أراد يعني نوى يبغى يجي الكربلة يزور الحسين عليه السلام بعد ما جاء بعد ببيتهم بعد ببلدهم، إذا أراد المؤمن أن يزور قبر الحسين عليه السلام وكل الله له من ملائكته من يسبحه ويقدسه نيابة عنه. إلى متى؟ قال حتى يصل إلى كربلاء. شوف التعبير اللطيف في الرواية، فتتلقفه الملائكة الموكلة بقبر الحسين. يقول هذا عدنا وهاي وظيفتنا وإحنا اللي نتكفل بيعوفوه. فتتلقفه الملائكة الموكلة بقبر الحسين فتسبح الله وتقدسه نيابة عنه حتى يعود إلى أهله. هذه من مميزات زيارة قبر الحسين، أنك من مبدئك إلى منتهاك أنت في حصن الحسين وفي حماية الحسين، تعبتك مخلوفة، مرضك محسوب، كل شيء تعب في زيارة الإمام الحسين عليه السلام كل شيء بقيمته. وأنت جاي لمن؟ جاي إلى ثأر الله وذبيح الله وريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله، جاي إلى الحسين الذي ينحني له الكون كله حزنا وكمدا على مصابه. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بعد الروايات اللي وردت في الحسين عليه السلام، ما أعظمك يا أبا عبد الله وما أعظم شأنك في زيارة الإمام الصادق عليه السلام، يقول للحسين عليه السلام السلام عليك يا خازن وحي الله. شنو خازن وشنو وحي الله؟ الخازن الذي يخبئ النفائس والأسرار والأشياء الثمينة. شنو الأشياء الثمينة المرتبطة بوحي الله تبارك وتعالى؟ شنو نقدر نتصورها احنا؟ عقولنا تدركها؟ ما نقدر ندركها، لكن كل اللي نقدر نعرفه ومتأكدين من عنده ومتيقنين منه أن وحي الله الإضافة إلى الله إلها معنى، ولما يجي تجي كلمة الوحي بوحدها إلها معنى. وحي الله علمه الخاص، وهذا العلم الخاص مخزون عند الحسين، أو الحسين هو خازنه. فما أعظم الحسين عليه السلام. تتصور أنت من تجي إلى الزيارة وتطلب من عند الحسين وهو خازن وحي الله، ما يعرف أنت شنه تريد وشنه حاجتك أساسا. أنت ما وصلت إلى الحسين إلا بطلب منه، أذن إليك فجئ. يوم من الأيام جربنا زيارة المحب، زيارة العاشق، زيارة الواله. جرب زور الحسين مو لأجل حاجة، مو لأجل قضاء حاجة، زور الحسين لأنك تحبه، لأنك تعشقه، لأنك تذوب فيه. لو زرت بهاي الزيارة الحسين بيغفل عن حوائجك؟
الحسين ما بيقضي حوائجك لو يعرف من الطوف حول القبر يجي ببالك أن هذا اللي الطوف على قبره بقي عريان على بوغا كربلاء. أنت اللي تشتري لك كفن وتجي الطوفة على ضريح الحسين والحسين ما عنده كفن. لما تجي تدافع الناس عند الضريح يجي ببالك أن الحسين عليه السلام طحنته الخيل طحنة. إذا طلعت وشفت هاي الحرارة وأنت تعبان من المشي والتعب والحرارة، هل تعلم أن خد الحسين كان على التراب وخده الآخر تصهره الشمس بحرارتها؟ شذكر شعدد لك من مصايب. اليوم أعظم مصيبة وصول زينب. اجت زينب إلى كربلاء وتجددت المصائب وعودت الأحزان بأبي أنت وأمي يا زينب، آهن عليك آهن عليك يا مولاتي يا أم المصائب يا زينب. تقول إلى الإمام زين العابدين: قل لحادينا يعرج بنا على كربلاء كي نجدد عهدا بالحسين. بكى الإمام زين العابدين ونادى بالجمال: سالت دمعته ونادى يا جمال سانف للطفوف بضعن العيال، عمت تريد تشكي لعمي الحال ما هو اللي جابها وبيئة والزم. وصل جابر بن عبد الله إلى أنصاري واغتسل بالفرات ثم نذر على جسده صرة فيها سعد، ثم أحرم متوجها إلى قبر المولى أبي عبد الله. صار يقصر في مشيه إلى أن وصل إلى القبر. قال جابر: يا عطية المسني قبر حبيبي الحسين. أخذ يد جابر وضعها على القبر فنادى جابر ثلاثا: حسين. خر مغشا عليه لما أفاق من الغشية نادى: حبيب لا يجيب حبيبا وأنى لك والجواب، وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين جسدك ورأسك، إلا أن النفس غير راضية بفراقك ولا شاكة في حياتك، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وإذا بعطية ينادي يا جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسوله هذا مولاك زين العابدين عاد بعماته وأخواته قام جابر يمشي ويعثر في مشي وصل إلى الإمام زين العابدين قال السلام عليك يا ابن رسول الله عظم الله لك الأجر أحسن الله لك العزاء 40 يوم الإمام ما سامع كلمة حنونة ما سامع كلمة طيبة قيدوه بالسلاسل والحديد ضربوه بالسياط وضعوا الجامعة في عنقه قال كأن هذا جابر قال نعم أنا عبدك جابر خلى الإمام راسه بصدر جابر يقول له يا جابر هنا قتلوا أبي الحسين يا جابر ذبحوا أبي الحسين يا جابر هنا وطأت الخيل صدر الحسين والله يا جابر لو شفت صاحب الصولات مفضوخ راسه نايم بجانب المسند جود على كتافي وضام الكبد مايات والطفل يا جابر بسهم البين منحو لو شفت شبه المصطفى اللي مدللينه جاب أبويا حسين لنا مقطعينه وجاسم يا جابر ذوب أحشانه ابونينا يا غابت بطف الغاية ضري ذيك البدو وإذا بالنداء من خلف الإمام يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامهم ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها عم زينب معذرة إلى الله وإليك أنزلها من ظهر الناقة نزلت النساء والأطفال ومشينا خلف سيدتنا زينب والإمام ماسك بيد عمته حتى وصل إلى قبر الحسين قال لها عم زينب هذا قبر الحبيب تمددت عليه طولا بطول وغشي عليها لما أفاقت من الغشي نادت حبيبي حسين نور عيني حسين تقل أخويا خويا أنا جيتك وجبت الراس وياي الله شلون هدية يا زينب شلون تحفة سفار خويا أنا جيتك وجبت الراس وياي من السبي وكانت بيه سلواي تقل أنا جيتك يا خويا فاقد الراي
ومن الرعب تتراجف عضاي، أنا أنتحب وتعثر بممشاي. تقل أخويا جينا جينا وعلى قبرك قعدنا ونخناك يا عزنا وضمدنا، هذه المحامل قوم ردنا يا لأرض المدينة وطنجدنا. قاعدين عند القبور وأكو وحدة واقفة محتارة، منو هاي؟ قعدي قالت أدور على قبر أبويا. وين قبر أبويا؟ أميني هاي تقول بس قبرك يا أبويا بعيد عن عيني، يا هو اللي يندلي وقبرك يدليني. بويا مشتاق لحنانك والله مشتاقه، عثرت من حناني صفنت من حناني وعثرت الناقة. بويا ظنيتك عديل وردود نتلاقى، أشو طولت يا والد الغيب. بويا كل من عد قبور تحكي ويا والدها، بس بنتك حميدة دموعها بخدها. اسمح لي تقل لبويا كبيرة كبيرة المقبرة بس قبر بعد. آخر صورة وأسألك الدعاء، قعدت صوب النحار زينب على هدوة الليل، بصدرها هواية حكي هواية ألم هواية شكاوى. مولاتي زينب قعدت وبدأت تسولف ويا قبر الحسين ويا نحر الحسين. شنو من أمور يا زينب؟ زينب يا أخوتي صاحت، إجينا من اليسر جينا، ما تدرون بيا حال رحنا وبش ردينا. فصلي فصلي. قالت ما تدرون بيا حال رحنا وبش جيناكم، ما والله علينا يهون عالتربان عفناكم. شلون حسرة بقت بقلوبنا حسرة، مشينا ولا دفناكم، ومن الشام جينا اليوم مظلومات للمظلوم، حلى بعيون خوت النوم واحنا وقفة الديوان تاذيكم وتاذينا. إذا بقلبك غيرة أتحداك ما تبكي بهذا المقطع. ردتكم يا أخوتي تحضرون بالشام وتشوفون، والشمات بالديوان يا أخويا يأذون، كل واحد من المجلس علينا شابح عيونه. كل واحد من المجلس علينا شابع عيونه. شي يقولون؟ ويقولون يا اخت حسين وين اولاد عمك وين؟ يا زينب وين اخوك حسين وحماي الضعن وين؟ تسمح لي؟ تقل الشام يا ابن امي العمر لا طالت ايامه، فجع قلبي على ابن امي ودعاني الليل ما نام. ليش يا زينب؟
على يزيد الرجس طبيت وراسك كان قدامه شي يسوي ويضرب راسك قبالي وهاجت نار دلالي صحت لا تضرب الوالي عسى شلت يمينك ليش تضرب راس والين الله أكبر على أهل البيت ايش قال تقول له يزيد ومن سمع حكي نهض سب والدي وسبني يزيد ومن سمع حكي نهض سب والدي وسبني وبهذاك المجلس المشوم قام يريد يضربني عمت عين الدهر للشام عقب حسين دول ابني عقب الخدر ذاك الفات لن بمجلس الشمات يعود لنا الفرح هيهات وتعود اخوتي وبالخير تتعمر نوادينا يا اخويا بيا وجه طبت المدينة شاقول اللي يقول حسين وين شاقول اللي يناشدني من الناس اخوك حسين وين وين عباس اقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس البطل قطعه ويمينه اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرام فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك إنك سميع مجيب يهدى ثواب هذا المجلس لروح المرحومة رضية ما شاء الله حسين أم سمير إلى روحها وأرواح أسلافها وأرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات يا الله مأجورين رحم الله من ذكر